يلا سيدي يلا كوسي ولا ريف ماك تعدوا برشا حديث من 25 لليوم برشا 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 حديث بترجع ليهم تباعا. خلينا نرجعوا بالحدث الأبرز اللي صار مؤخرا. تونس أنفا عندها رئيسة حكومة تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد. رئيسة حكومة مدام نجلة بودن. خادرنا الريف ماك خرجنا في عطلة وقت رئيس حكومة كان هشام المشيشي. صار ما صار نهار 25 جويلية من وقتها تقريبا تونس بلاش حكومة بلاش مجلس وزاري بلاش رئيسة حكومة بلاش رئيس حكومة. ثم جاء القرار ما عندوش برشا مدام نجلة بودن رمضان رئيسة للحكومة. هذا القرار هو محور الأولاني متاعنا في الكونسي. رف مقر الأعداد البعض رأى أنه قرار شعبوي. شكوني مدام نجلة بودن؟ علاش مرأة أستاذة؟ ما دخلها بالسياسة؟ والبعض رأى أنه قيس سعيد أصاب في الاختيار متاعه رئيس الجمهورية وأحسن الاختيار. وقالوا حتى المعارضين متاعهم سكتهم قيس سعيد. اليوم صعيب جي تنقد قرار من بالقيمة ذي يعني حتينا مرأة أول مرة في العالم العربي بتجي أنت تنقده. هل أصاب قيس سعيد؟ نعم أم لا؟ برهان بسيس نبدأ بيك. 7/10 تقريبا موافق القرار عاجبك القرار؟ أصاب خطر حشتنا رئيس حكومة طولت الحكاية بلاد بلا حكومة والعباد استنست والعباد دخلت بطبيعة في المسارك الأفكار السطحية معناها والله شنو المشكلة وش نعملوا بها حكومة كيما شنو المشكلة وش نعملوا بها برلمان شنو المشكلة وش نعملوا بها دولة شنو المشكلة وش نعملوا بها إدارة بشوية بشوية. الحمد لله وقف الحكاية هذه تبين للناس أنه حكومة راهي مسألة مهمة. تعيين رئيس حكومة رئيس رئيسة كذا مسألة إيجابية هذاك عليها عطينا 7. بالطبيعة الجانب الرمزي أنه تكليف وأعطاء الثقة في امرأة لقيادة الحكومة هذه مسألة ما تنجم تكون كان إيجابية. تبقى راهي ما تنجمش تكون 100% الحكومة في هذا الظرف. شنية برنامجك شنية أولويتك وين باش تهزنا يا نجلة إن كان لك حقيقة القرار وين باش تهزنا؟ لأن اليوم ما نساوش اللي سيدة نجلة بودن معينة وفق منشور أو مرسوم رئاسي عدد 117 الصادر 22 سبتمبر يقول أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية يعين الوزراء يعين كتب الدولة له سلطة أنه ينحيهم له سلطة أنه يخليهم هو اللي يرسم ملامح الكبرى للسياسات العامة في الاقتصاد في الاجتماع فكل الصلاحيات اللي الرئيس أعطاهم الروح من خلال الأمر الرئاسي. هذاك عليه اليوم جزء كبير بالمعارضة التونسية قالوا تمنينا لو كان السابقة التاريخية في العالم العربي أنه تتعين رئيسة حكومة امرأة تكون في ظروف تمتلك فيها هذه الرئيسة كامل الصلاحيات. لكن الناس كل تعرف اليوم أن السيدة نجلة بودن ستتعاون مع رئيس الجمهورية هذا أولا. ولو أن هذا في كل الحالات يا سيدي نعتبروها مش مشكلة. أنا مشكلتي الرئيسية اليوم يلزمنا يا عباد شوية عقل نبعدوا برشا على المشاعر والأحاسيس نبعدوا برشا على قصة امرأة ومش امرأة. راهو الحكومات تسير بالبرامج ولا تسير بالأشخاص. أما الاختيار متاع أنها أستاذة الناس كل اختارت تصورت الاختيار باش يكون في الثنية متاع الاقتصاد برهان. أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة تقريبا أستاذة جامعية مشهود لها بالكفاءة ولكن في اختصاصها اللي هو بعيد كل البعد ولم تمارس الحياة السياسية فما من ننقده في القرار هذا ولا البعيد على أنها مرأة والرمزية وحلوة أوكي ولكن بعد ذلك عنا فقر عنا بطالة عنا معدلات نمو طايحة عنا حاجة زي ما تتحسن. هل هو البروفيل الأفضل اليوم اللي اختاره قيس سعيد؟ برشا متناقضات يا رفيق. أنت طالب في الرئيس أنه يحط شخصية اقتصادية. أنا ما نطالبوش أنا أقترح. مشكور على الملاحظة الكيس. وقد أكون مخطئ معنا وقد أكون مخطئ تقريبا تقريبا المشكلة راهو حتى شخصية اقتصادية مقابلتني تبعتنا ولا رئاسة شخصية مازلنا نتعرفوا على العباد ديوانة شخصية اقتصادية شخصية رياضية شخصية إعلامية هذا كل ما يهمش راهو العباد يلزمها تعرف. لا لأنه من يحكم الآن هو رئيس الجمهورية راهو وهذا معناها هو بوضوح تام الرئيس أصبح هو المكلف بكل السياسات. ثانية 7 موافقة عاجبك القرار ما ينجمش ما يعجبكش أما ناخذ نربط بالكلام نتاع برهان. قالك رياضية فنية ثقافية تاريخية هي ستنفذ أوامر الرئيس. لهنا
هل هذا به في حق المرأة أول اختيار أو المرأة تنصب رئيسة حكومة نختاروها بالبروفيل هذا جاية لتنفذ سياسات رئيس الجمهورية؟ إن نجح يعني نجحت نجح الرئيس، وإن فشلت بتهز معها الفشل. هي سونيا ما فهمتش علاش ماشيين في الثنية هذه، أني تقريبا قاعدين تقولوا ستأتمر بأوامر الرئيس أكثر مني أني تطبق سياسات الرئيس. أولا أنا عطيت 7 على الرمزية، بالطبيعة نحبه وإلا نكرهه، أول امرأة عربية على رأس حكومة، لكن في الظروف هذه الخاصة والاستثنائية نحكي أكثر على وزيرة أولى أكثر منها رئيسة حكومة. وزيرة أولى هي أنه المرأة نختاروا المرأة في بروفيل وزيرة أولى تطبق مش رئيسة حكومة. في أي ظروف ميسالش اللي يشتادوا في الماء العكر. سونيا يقول لك علاش ما اختارهاش المرة الأولى والثانية كي كان يختار رفيق كيشوكة في قرجوم فهم على الأقل في البلاتو هذية مش عاجبهم أني مرأة رئيسة حكومة. اسمعني العام هذي مش تعتفر رفيق باش تقعدوا في التهريج المقترح راهو تنجل ليكيب الكل اللي إقامة واللي يتعامل ربي إيجا نحطوا تفادليك على شنو نحكيو على نحطوا على نشوف. سامحني أنت اليوم تقول هذية امرأة ما عندهاش خبرة سياسية، امرأة أستاذة جامعية، لا علاش على أساس اللي قبلها معناها كانوا عندهم كفاءة كبيرة؟ ما عندهمش كفاءة. تعرف فرانسواز جيرو شنو اللي تقول؟ تقول نحقوا المساواة التامة بين المرأة والرجل وقت اللي نحطوا امرأة ماهيش كفء في السلطة. يعني المرأة بصفة عامة ما توصل للسلطة ولا لمركز القرار الا ما تكون كفاءة كبيرة كبيرة كبيرة. احنا اليوم اون فالي دوني لو بينيفيس دو دوت المرأة هذيا، نقولوا احنا رحبنا بتسمية امرأة اول امرأة عربية رئيسة حكومة، لكن خليه أعطيها فرصتها. معك أنا نتسائلوا لأن لا نتسائلوا 50 نقطة استفادة. أنا ماهيش أسألت الناس الأخرى مش في أسألتك. أنا نتمنى أنت موافق ومعا أنا نتمنى اللي المرأة هذية باش تكون مرأة بالحق، مرأة تونسية. وقت تقول لا تقول لا، وقت تقول مش هكا، وخاصة تكون صريحة مع التوانسة. سونيا إذا كان يفشلت ولا إذا كان فما شكون عطلها تخرج وتقول. سؤالي ألم يكن من العجدر أني ناخو مرأة ناجحة مثلا اقتصاديا، مثلا وداد بوشماوي مرأة على رأس إمبراطورية اقتصادية، تعرف المنظمات تعرف الاتحاد عندها علاقات دولية، اليوم كي تحطها مرأة تسهل لها أكثر. راني نسأل مرأة أوكي سي بون، ولكن احنا الأزمة اقتصادية دونك نحط مرأة كي في سي بروف في الاقتصاد. هذا سؤال تطرح. نقول لك حاجة رفيقة، نقول لك حاجة وأنهي. شوف كوني تكون اختصاصها اقتصاد، المهم عندها برنامج ولا لا، المهم في اختيارات الوزراء اسكو باش تجيب الناس الكفء. نذكر فقط راهو أعظم وأقوى راجل في العالم وصل رئيس أمريكي، ممثل متاع أفلام سينما سيري بي. يعني مش مهم أنه يكون عنده الكفاءة، المهم في البرنامج والاختيارات.